اذن متواصلين يوحى الكريم ايها المتابعون من هذا الميدان ميدان السمحه ونتابع هذه الجائزه الذي قدمت من سمو الشيخ طحنود بن محمد ال نهيان ممثل الحاكم بمدينه العين كل التوفيق لجميع المشاركين انطلقنا على الخير شوط الثامن الذي تم تعداد انطلقته حمل عنوان الجعدان نبدا برحله الشوط ونتابع المركز الاول هناك الحصان على الصداره محمد بن علي بن جمعه الرميث نقلة تاليه الى هملول محمد بن مطر بن محمد يتقدم بخادم المسار الثاني عود بنا الى ثالث الاسماء اتانا سراب المتابعه سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي اشعار شاهين الذي قدم الكثير من الانجازات النغلة التالي الى وين رابع الاسماء وصل هناك رداد سلطان بن محمد الحبسي يتغدى بمسار كبير هكذا الاسماء الذي تشارك بنداء ولكن انتظروا الاسماء القادمه الكل غادم بابداعه المتميز ما شاء الله العود للثلاثية. العوده الى الثلاثيه العوده الى الثلاثيه وين يراعي الحصان روح ابو علي للصداره يبقى ناموس يا اخواني مسيطر سيطره تامه الحصان هو اللي يتقدم ينطلق بفارق براس ولكن دير بالك من يحمل الرقم ثلاثة على ما يبدو لي عندك الحبسي الذي واصل أبو محمد خطير للغاية الأمور يبدو لي بخطر الثنائية ما بينز بدأت الأمور تشتعل بدينا بصراحة الأحصان يتقدم يطير محمد بن علي بن جمعة ولكن دير بالك أشعار نجم الموسم غادم لا حول على الإنجاز لا حول على الإنجاز راغب للمركز الثاني هملو الغادم محمد بن مطر الرميثي الصراع ما بين هملول ما بين الاحصان ما بين هملول ما بين الاحصان ولكن راح الاحصان الاحصان, الاحصان الذي غدا هذا الانجاز سلام علي سلام تهانينا لمحمد بن علي بن جمعه الرميثي سلام وتحية بهذا الابداع المركز الثاني شكرا لمالك هملول محمد بن مطر الرميثي والمركز الثالث وصل فيه رداد لسلطان بن محمد بن عبد الله الحبسي تهانينا لثلاث الاوائل اما المركز الرابع يحمل الرقم سبعه تهانينا لسعيد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاكتبي توقيت دقيقتين و11 ثانيه ستين جزء من الثانيه كل التوفيق للجميع